نعمل ايه بقى؟ اما الجديد بقى ان احنا اما جالنا انفلونزا لازم كلمه واحد عزل، يبقى لازم تاخد اجازه. انا كنت من حوالي 5 ايام كنت في سوبر ماركت وعامل اوفر، فطبعا الاسعار جميله وفي زحمه جدا، في 2 واقفين في الكاشير، فيهم واحده البنت واقفه مناخيرها حمر وشها كله بيدمع، البنت كل دقيقه بتعطس او بتكح او بتطلع افرازات من انفها، ماسكه منديل خلاص المنديل اتسخ وهي ماسكاه في ايديها، وكل حاجه انت اشتريتها بتحطها عشان تشوف سعرها كام. يعني طبعا كل حاجه انت انا واقف وشايفها قدامي 10، فانا ارتعبت، فانا كلمت المدام قلت لها لا احنا كده قدامنا حلين، لا اما نمشي خالص لا اما نكلم المديره ونشوف هنعمل ايه. فالمديره طبعا كانت متفهمه، واللي ورايا ابتدوا عندهم وعي شويه سمعوا، فراحوا اتنقلوا الناحيه الثانيه، بس قلت من حقها تاخد اجازه، قالوا ما فيش حد يحل حلها، يبقى لازم احنا المريض المصاب بالانفلونزا من حقه ياخد اجازه، ومن حقنا احنا نديله اجازه ومدفوعه الاجر عشان نخلص وما يعملناش. هي دلوقتي لو قاعده وهتشوف حوالي مثلا 200 طول النهار، ال 200 دول هينقلوه حوالي 5 ب 1000 على اخر الليله، ال 1000 هينقلوه، يبقى ممكن بنتي تعمل وباء. يبقى صحيح. لو سمحتوا اللي عنده انفلونزا ما فيش داعي للاستبسال ولا انا ما باخدش اجازات، لا خد اجازه لو سمحت ان شاء الله اجازه 2 اسبوع، ابعد عن الناس وريح نفسك، لان انت لما بتنام النوم ده بيرفع المناعه، وفعلا النوم هام جدا، والراحه من العمل هامه للشفاء من الانفلونزا.